حضرات السيدة والسادة النواب، إن الاختيارات الحكومية الرامية إلى خلق التنوع الاقتصادي والبحث عن صيغ جديدة لتطوير الأنشطة الإنتاجية مكنت الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج إيجابية، حيث استطاعت بلادنا والحمد لله تسجيل أرقام مهمة فاق التوقعات المنتظرة، إذ حققت نسبة النمو سنة 2023 ارتفاعا مهما تقريبا 3.4%، لتتمكن بلادنا ولأول مرة من تجاوز عتبة 140 مليار ديال الدولار كناتج داخلي خام، وهو ما يبرز الدينامية التي شهدها النسيج الاقتصادي الوطني خلال السنتين الماضيتين رغم صعوبة الظروف والجفاف والأزمات المركبة. وبفضل المجهودات الحكومية كذلك تمكننا من تواصل المنحة التنازلي لتقليص حجم الديون المديونية، حيث تراجعت إلى ما دون 70% بعدما سجلت مستويات قياسية في سنة 2020. وفي نفس الوقت تمكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية إلى 4.3% خلال 2023، وكتعرفوا بأن قانون المالية كنا كنقولوا 4.5%، دوك عملنا أحسن من قانون المالية، وبالطبع عملنا أحسن بكثير بالنسبة لسنة 2020 اللي كانت السنة ديال الأزمة اللي بلغت فيها لو ديفيسيت ب 7% تقريبا، وهو ما يؤكد صدقية الالتزام الحكومي الرامي إلى تحقيق نسبة عجز لا تتجاوز 3% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2026.